السلام عليكم. منح البرلمان العراقي الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة التي قدمها نوري المالكي رئيس الوزراء لتنتهي بذلك فترة فراغ سياسي دامت 9 أشهر. تضم حكومة المالكي 42 عضوا، وسيشغل المالكي الحقائب الأمنية في الحكومة الجديدة بشكل مؤقت إلى حين تسمية مرشحين لشغلها. أكد قادة السودان ومصر وليبيا احترامهم إرادة شعب السودان مهما تكن نتيجة الاستفتاء على مصير الجنوب المقرر في الشهر المقبل. وفي ختام قمة الرباعية في الخرطوم إلى جانب الرئيس الموريتاني، طالب القادة في بيانهم بتوفير بيئة لهذا الاستفتاء تتسم بالمصداقية والشفافية. لوح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جابي أشكنازي بشن هجمات شديدة ضد قطاع غزة، وقال إن الوضع هناك قد يصبح هشا وقابلا للانفجار. وقال أشكنازي إن المسلحين في غزة استخدموا للمرة الأولى صاروخا مضادا للدروع ضد دبابة إسرائيلية، ما يعد تطورا للقدرات القتالية للفلسطينيين. أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان استعداد تركيا للقيام بدور فاعل في مسيرة التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل إذا ما طلبت منها الأطراف المعنية ذلك. جاء هذا في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري ناجي العطري الذي يزور أنقرة حاليا. في تونس، قال شهود عيان من مدينة سيدي بوزيد في اتصال مع الجزيرة إن مداهمات جرت مساء أمس في أحياء بالمدينة مع دخول الاحتجاجات الاجتماعية يومها الخامس. وفي حين أوردت مصادر أن الهدوء بدأ يعود للجهة، أظهرت شهادات وصور تم تداولها على الأنترنت انتقال الاحتجاجات إلى مدن من بينها رقاب، كما ذكرت مصادر نقابية أن شبانا غاضبين خرجوا إلى الشوارع مساء أمس الأول بمدينتي المكناسي ومنزل بوزيان، فيما يستمر حشد قوات الأمن في تلك المنطقة. أقرت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات تحظر السفر على عدد من مساعدي رئيس ساحل العاجل منتهية فترته لوران باجبو. في أمان الله.